حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم بيت للكل. حلقتنا لهذا اليوم تحتاج روح الشباب حتى نتابع هذه الحلقة على مدار وقتها. اليوم مصر الحاضنة الحقيقية للشباب العربي والعالمي من خلال شرم الشيخ، هي الحاضنة ونقطة الاستقطاب للشباب العربي والعالمي. فأكيد حلقتنا اليوم راح تكون مميزة بروح الشباب، لكن خليني أرحب بزملائي وبهم. مساء الخير عليكم. مساء الخير يا أحمد. مساء الخير يا كاثي. مساء الخير يا ياسمين. وانا بالتالي الحقيقه برضو يعني هذكركم تاني بالتجمع الرائع اللي كان موجود في شرم الشيخ ما بين الوفود العربيه والوفود العالميه، وكمان هذكركم بحاجه مهمه جدا وهو لجنه التنميه الاجتماعيه بالامم المتحده، واللي اقرت بان هذا المنتدى هو منصه دوليه للشباب. اعتقد انه كمان بعد النسخه الرابعه وبعد ما حدث فيها من أحداث ومشاركات وتواجد بشكل كبير جدا في ظل أجواء الكورونا، أعتقد أنه كمان هي لفتت الأنظار بأنه ربما يكون في محاكاة بعد كده لهذا المنتدى من دول مختلفة، لأنه المشاركات العربية والعالمية وجود الشباب ممكن تخلق نوع من أنواع أن يكون في محاكاة لهذا المنتدى، ويبقى في منتديات يعني مختلفة، والشباب كده يبقى عنده صوت بيلف في العالم في بلدان مختلفة. أكيد يا شافكي. وبرأيي أهم حالة أخذنا فيها منتدى شباب العالم من شرم الشيخ وفي مصر كانت أننا جميعا على بتن سفينة واحدة في خندق واحد، وهمنا واحد وصوتنا واحد، وأن مصر دائما تجمعنا على كل ما فيه خير للعالم وللدول العربية، بأن تؤكد أيضا على رسالة السلام والتنمية والإبداع القادمة من الشباب. وكما أكدنا في الحلقة السابقة أنها أساس لتمكين الشباب وأن يكونوا في خريطة التنفيذ الفعلي لذلك مع الرؤساء والقادة وصانعي الرأي الذين أضافوا هذا التأثير في ملتقى شباب العالم. صح ياسمين، وزي ما حكيتي همنا واحد، مستقبلنا واحد، وقضايانا متشابهة. والقضية المهمة وقضايا عديدة تم تناولها مثل تغير المناخ وندرة المياه وغيرها من القضايا المهمة.